الله يختلف عن حماس. حماس داخل أو مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي إيران بتكون حريصة جدا في التعامل مع حماس، يعني حتى هي تنكر حتى الآن أي إمدادها بسلاح أو تعاونها مع حماس. لكن حزب الله وضع آخر، حزب الله هو جزء من منظومة تم تشكيلها بواسطة إيران، والدعم الكامل دعم إيراني في السلاح وفي التكنولوجيا وفي العتاد والأموال كله إيراني. وبالتالي إيران تريد أن تحافظ على مكتسباتها، هي تعتقد أن محور المقاومة في المنطقة سواء من حزب الله أو من حزب الله في العراق أو الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق واليمن والحوثي كلها مكتسبات استطاعت أن تحققها خلال الفترة السابقة، وبالتالي تريد الحفاظ عليها. ولكن أتخيل أنها يعني هي من ضمن الاتفاق أو من ضمن الصفقة التي ربما قد تتم خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على شكل حزب الله في المنطقة والحفاظ على الحوثي. وده اللي احنا ملاحظينه، أن السياسة الأمريكية لا تريد القضاء على الحوثي مثلا، يعني هي حتى إسرائيل نفسها في ضربها للحديدة لم تضرب قواعد عسكرية للحوثي، هي ضربت الميناء فقط لتقليم أظافره الاقتصادية أو لتهذيب سلوكه، لكن لم تقوم بضرب الحوثي. كمان المنطقة، هل المنطقة ممكن تدخل في حالة فوضى؟ طبعا ده وارد، لأن إسرائيل تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تعلم أن السياسة الإيرانية الجديدة هي عملية الاقتراب من أوروبا وأنها لا تشكل خطر على القيم الأوروبية. إسرائيل ترفض هذا الاقتراب تماما، وبالتالي يمكن من خلال عملية متهورة أنها تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب شاملة أو توجيه ضربة لقواعد عسكرية مهمة في إيران كرد على الرد الإيراني. نعم، الميليشيات في العراق التزمت بهدنة، حسب المعطيات بعض الميليشيات التزمت بهدنة بعدم استهداف المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق، وذلك حتى لا يتم ربط ما بين ما تدخلها مما يجري ما بين إيران وإسرائيل. ولكن بعض هذه الميليشيات قالت بأنه اليوم 1 أغسطس هو نهاية هذه المهلة، هل لذلك دلالة يا سيد محمد؟ بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية يعني الحقيقة تهذب السلوك داخل العراق، يعني أول أمس أيضا في عملية اغتيال القائد العسكري في حزب الله كان هناك ضربة أمريكية لبعض الجماعات الشيعية في العراق، فهناك متابعة دقيقة من خلال العملاء الأمريكيين في هذه المنطقة، متابعة من خلال الطائرات المسيرة، وبالتالي هم تحت السيطرة، هم لا يشكلوا خطورة على القوات الأمريكية بالشكل الكبير، هي بعض جماعات صغيرة ليس لديها القوة والثقة. نعم. لكن دائما الإعلام الغربي أو الإعلام الأمريكي ما يعظم من الخصم حتى عندما يقوم بضربه، يبقى في الحقيقة في مبرر للعمليات العسكرية. هذا أيضا ما قامت به إسرائيل عندما عظمت من استهدافها فؤاد شكر في ضاحية جنوبية لبيروت.